الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في سلسلة دروس اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. هذا هو الفيديو السادس أو التسجيل رقم ستة، التسجيل السادس أو الفيديو السادس من سلسلة دروس اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. قبل أن أبدأ الفيديو، بارك الله فيكم، الرجاء منكم جميعا لمن يشاهد الفيديو أول مرة الاشتراك في القناة. توجد كلمة أبوني أسفل الفيديو، اضغط على كلمة أبوني المكتوبة بالأحمر، بعد ذلك اضغط على الجرس حتى تصلكم الفيديوهات وحتى نواصل في هذه القناة إذا وفقنا الله عز وجل. سنتكلم إن شاء الله في هذا الفيديو حول الهمزة، كتابة الهمزة. لاحظ الهمزة، كتابة الهمزة، كتابة الهمزة في الكلمة. لاحظ الهمزة، كتابة الهمزة في الكلمة، إما أن تكون في أول الكلمة، لاحظ، إما أن تكون الهمزة في أول الكلمة، وإما أن تكون في وسط الكلمة، وإما أن تكون في آخر الكلمة. لاحظ. طيب، الهمزة التي سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل الهمزة على الألف. الهمزة على الألف معنى أن الهمزة على الواو ستخرج عن هذا الكلام، الهمزة على السطر ستخرج على هذا الكلام، والهمزة على النابرة ستخرج عن الكلام. سنتحدث عن الهمزة على الألف في أول الكلمة، وفي وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة. طيب، سنبدأ بالهمزة على الألف في أول الكلمة. لاحظ، الهمزة على الألف في أول الكلمة. في أول الكلمة، الهمزة على الألف في أول الكلمة. الشيء المهم في هذا الدرس هو الهمزة على الألف في أول الكلمة. الهمزة على الألف في أول الكلمة معناها ماذا؟ معناها همزة القطع، التفريق بين همزة القطع وهمزة الوصل، لأن الهمزة على الألف في أول الكلمة هي همزة القطع، صح؟ تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في خمس حالات، عند خمس حالات. أولاً أسماء الأعلام، أسماء أسماء الأعلام. لاحظ، تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في اسم علم، سواء هذا اسم علم كان، سواء كان اسم إنسان، اسم إنسان مثل مثلا، لاحظ، مثلا أحمد، مثلا أسامة، مثلا انتصار، انتصار اسم بنت، طفل اسمها انتصار، هذا اسم علم، اسم إنسان، تكتب الهمزة على الألف، أحمد، أسامة، انتصار. كذلك إذا كان اسم علم، هذا اسم حيوان، مثلا أرنب، لاحظ، مثلا أسد، أسد، أرنب، أسد، تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة. كذلك اسم علم، إذا كان شيء، اسم شيء مثلا أقلام، لاحظ، قلم، أقلام، لاحظ، أقلام. أولا تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة
في أسماء الأعلام، سواء كان اسم إنسان مثل أحمد، أسامة، انتصار، أو كان اسم حيوان مثل أرنب أو أسد، أو كان اسم علم اسم شيء مثل أقلام، قلم أقلام، تكتب على الهمزة على الألف في أول كلمة. ثانيا، تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في الحروف، في الحروف، سواء كانت حرف جر أو كانت حرف نصب أو كانت حرف استفهام أو حرف تأكيد، ما يهمش. مثلا إلى، نعم، إلى مثلا أن، مثلا أن لن تنصب، أن مثلا أي، أي إلى آخره، سواء حروف النصب أو الجر أو حروف الاستفهام، جميع الحروف التي فيها همزة، همزة في أول الحرف، تكتب الهمزة على الألف وتكون همزة قطعية. طيب، ثالثا، تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في الفعل المضارع، الفعل المضارع، الفعل المضارع، هذه سهلة، كل فعل مضارع فيه الألف أو الهمزة في بدايته تكتب الهمزة على الألف، مثل ما مثل أشرح، أكتب، أقفز، أقفز، ألبس، كل فعل مضارع في الألف أوله تكتب الألف الهمزة على الألف تكون همزة قطعية. هنا ملاحظة يعطيها التلميذ أو الأستاذ للتلاميذ، إذا وجد في فعل مثلا كلمة من الكلمات وعرف أنها فعل لكنه اختلط عليها الماضي المضارع، يعطيهم علامة، كل فعل في أوله ألف فهو فعل مضارع، فالألف من علامات الفعل المضارع. جيد، كل فعل مضارع في أوله همزة أو ألف تكتب الهمزة على الألف وتكون همزة قطع. جيد، رابعا، تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في الفعل الرباعي، الفعل الماضي، الفعل الماضي الرباعي، في الفعل الماضي الرباعي وأمره، وأمره ومصدره، فعل رباعي في الماضي والأمر تاعه والمصدر تاعه، مثلا لاحظ أحسن هذا فعل ماضي، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، أحسن لاحظ هذا فعل ماضي، كل فعل ماضي رباعي، رباعي معناه في أربعة أحرف، تكتب الهمزة على الألف في أوله، تكتب في فعله وفي أمره، فالأمر نقوله أحسن، كذلك تكتب الهمزة على الألف، قال الله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليه، أحسن فعل ماضي رباعي، الأمر تاعه أحسن، مصدره إحسان،
طيب معناه أن الفعل الماضي الرباعي اللي فيه أربعة حروف تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في فعله الماضي وفي فعله الأمر وفي مصدره أحسن أحسن إحسان. مثال آخر أنتج مثلا أنتج 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 فعل ماضي رباعي واحد اثنين ثلاثة أربعة في أربعة أحرف في الأمر قولوا أنتج أنتج مصدره إنتاج إذن الهمزة على الألف إنتاج معناه الفعل الماضي الرباعي إذا كان الفعل ماضي رباعي في أربعة أحرف تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في الفعل وفي أمره في فعل الأمر وفي مصدره إحسان إنتاج. قاتلنا خامسا حالة الخامسة التي تكتب فيه الهمزة على الألف في أول الكلمة في الفعل الماضي الثلاثي الفعل الماضي الثلاثي ومصدره معناها في الفعل والمصدر تاعه فعل ثلاثي ومصدره لا فعل جميع الأفعال الثلاثية اللي فيها ثلاثة أحرف وهي كثيرة جدا أكل أخذ أمر كثيرة كل أفعال الثلاثية اللي فيها ثلاثة أحرف إذا كانت الألف والهمزة في أولها تكتب على الألف تكتب في الفعل تاعو وتكتب في المصدر تاعو كذلك أمر أمرا أخذ أخذا أكل أكلا لاحظ الفعل الثلاثي اللي فيه ثلاث أحرف وفيه الهمزة والألف في أوله تكتب الهمزة على الألف في أوله وين؟ في الفعل وفي المصدر تاعه أكل أكلا هكذا نكونوا كملنا الهمزة على الألف في أول الكلمة الهمزة على الألف في أول الكلمة تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في خمس حالات أو في خمس أقسام القسم الأول تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في أسماء الأعلام اسم علم سواء كان اسم حيوان مثل أرنب أسد أو كان اسم إنسان أحمد أسامة انتصار أو كان اسم شيء مثل أقلام علم أقلام طيب الحالة الثانية تكتب الهمزة على الألف في أول الكلمة في الحروف حروف الجر حروف النصب حروف الاستفهام حروف التأكيد جميع الحروف إلى أن 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 أي هذه الحروف تكتب فيها الهمزة على الألف في أول الكلمة وتكون قطعية في الفعل المضارع جميع الفعل المضارع الذي فيه الألف أو الهمزة في أوله تكتب على الألف أشرح أكتب أقفز ألبس جميعها على الألف الحالة الرابعة الفعل المضارع الرباعي كل فعل الماضي فعل ماضي رباعي في أربعة أحرف تكتب الهمزة على الألف في الفعل وفي أمر في فعل الأمر تاعه وفي مصدره مثل أحسن الأمر تاعه أحسن المصدر تاعه إحسان كتبت الهمزة على الألف وتكون قطعية مثال آخر أنتج المصنع مثلا أنتج المصنع 100 علبة أنتج الهمزة على الألف الأمر تاعه أنتج المصدر تاعه إنتاج
الحالة الخامسة التي تكتب فيها الهمزة على الألف في أول الكلمة الفعل الماضي الثلاثي اللي فيه ثلاث أحرف، تكتب على الألف في فعله وفي مصدره. أكل، الهمزة على الألف، مصدر تاعه أكلا، كذلك الهمزة على الألف. أخذ، أخذا. أمر، أمرا. الهمزة على الألف في أول الكلمة معناها أنها همزة قطع، تكتب همزة قطع. ملاحظة أخرى، هذه همزة القطع على الألف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، أما إذا كانت مكسورة تكتب من الأسفل. إذا كانت مكسورة تكتب على الألف بس تكون الهمزة من الأسفل، مثل إنتاج، فهمنا؟ مثل انتصار. الهمزة على الألف في أول الكلمة من الأعلى إذا كانت مفتوحة أو مرمومة، أما إذا كانت مكسورة تكتب الهمزة وكسرتها من الأسفل، من الأسفل. هكذا نكون كملنا الهمزة على الألف في أول الكلمة. طيب نروحوا للهمزة، الهمزة على الألف في وسط الكلمة. الهمزة على الألف أي في وسط الكلمة، في وسط جيد. لاحظ معي الهمزة في وسط الكلمة على الألف، لاحظ الهمزة على الألف في وسط الكلمة لابد لها من ملاحظتين. نلاحظ الحركة تاع الهمزة كيف هي، الحركة تاع الهمزة كيف هي، مفتوحة ساكنة، والحركة تاع الحرف الذي قبل الهمزة، الحرف الذي قبل الهمزة كيف هو، ساكن أو مفتوح أو مكسور أو مضموم. لذلك حتى نضبط الهمزة على الألف في وسط الكلمة لابد أن نراقب حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة. إذا نكتب القاعدة، الهمزة على الألف وسط الكلمة تكتب في حالتين، أو نجم نقول حالة واحدة. إذا كانت الهمزة، إذا كانت هذا الهمزة يعني الألف، إذا كانت الهمزة ساكنة أو مفتوحة وكان ما قبلها كذلك ساكن أو مفتوح، لاحظ معي حاجة سهلة بسيطة، الهمزة على الألف في وسط الكلمة إما تكون الهمزة ساكنة أو مفتوحة، ويكون الحرف الذي قبلها إما ساكن وإما مفتوح. فإذا كان ساكن وكانت هي مفتوحة تكتب على الألف، فإذا كان الحرف الذي قبلها مفتوح وهي ساكنة أو مفتوحة كذلك على الألف. مثال، ديروا أمثلة. مثال، مثلا الفأس، ضع ما الفأس، الوأد، الوأد، وأد البنات الذي كان في قديما قبل مجيء الإسلام يئيدون كما قال الله عز وجل وإذا الموؤودة، كان في السابق في قبل الإسلام إذا ولد عند الرجل بنت أنثى يوأدها، معناه يدفنها حية، يضعها في القبر وهي حية، ذلك قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الوأد، ألا هو الوأد، لاحظ معي
لاحظ معك، قلنا إما تكون، إما تكون الهمزة ساكنة أو مفتوحة. ساكنة ها هو مثال، الهمزة هنا راهي ساكنة، الفأس الوهد وما قبلها إما ساكن وإما مفتوح، هنا راه مفتوح الفأس وهنا راه ساكن المسألة، هنا راه ساكن ويا مفتوح الفأس الوأد المسألة. تكتب الهمزة على الألف في وسط الكلمة في حالة واحدة، أن تكون الهمزة إما ساكنة إما مفتوحة، إما ساكنة إما مفتوحة، وأن يكون ما قبلها إما ساكن إما مفتوح. كما هي الفأس الوأد المسألة. روحوا ثالثا، الهمزة على الألف في آخر الكلمة. الهمزة على الألف في آخر الكلمة، وهذه سهلة. لاحظ معي الهمزة في وسط الكلمة، لابد أن نلاحظ الهمزة كيف دايرة وما قبلها، حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. أما في الهمزة على الألف في آخر الكلمة نلاحظ حركة الحرف الذي قبلها فقط. شرط واحد، أن يكون، أن تكون قبلها فتحة، فتحة، أن يكون الحرف الذي قبل الهمزة وقبل الألف الذي فوقه الهمزة أن تكون قبله فتحة. ما نشوفوش للهمزة هذه، نشوفوا للحرف الذي قبلها أن تكون، أن يكون مفتوح. مثلا بدأ، لاحظ بدأ، ما يهمناش هذه الفدايرة فتحة ولا سكون ولا همزة، ما يهمنا، يهمنا الحرف الذي قبل الهمزة أن تكون فوقه فتحة. إذا كان الحرف الذي قبلها فيه فتحة نكتب الهمزة على الألف في آخر الكلمة. هذا ما أردت بيانه وشرحه للأساتذة والمعلمين والتلاميذ وأولياء التلاميذ، أرجو أن ينال إعجابكم. في الأخير، لمن لديه سؤال، استفسار، ملاحظة أو أي شيء فليتركه لنا في التعليقات، بارك الله فيكم. كذلك الرجاء منكم الاشتراك في القناة بالضغط على أبوني، راهي مكتوبة بالأحمر، ثم الضغط على الجرس حتى نواصل في هذه القناة وحتى نواصل في هذه الدروس. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفق سائر المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.